اعتدنا أن نقول منذ التاريخ حين يحتدم الصراع أن أو نقول إن طبول الحرب تدق من جديد. هذا هو التوصيف ما بين روسيا وبين أوكرانيا في لعبة أشبه بلعبة البوكر الروسية، بطلها هو الرئيس بوتين الذي ظهر في تحد واضح للغرب الذي يسعى بدوره من جديد للتلويح بالعقوبات. خياران فقط في المشهد المتوتر بالفعل على الحدود الروسية هي مسودة الضمانات الروسية أو المواجهات والتصعيد، بينما تصاعدت التحذيرات الغربية لموسكو كالمعتاد من مغبة قيامها بأي عمد عسكري لا يحمد عقباه في أوكرانيا، والذي ظهر وكأنه جاء كرد فعل للضمانات الروسية التي تطالب بمحادثات فورية وتسمح بمنح التوسع المستقبلي لحلف شمال الأطلسي نحو الشرق أو لنشر منظومات لأسلحة تهدد روسيا حسب الرواية الروسية انطلاقا من الأراضي الأوكرانية وفي دول أخرى مجاورة. يأتي ذلك بينما كان هناك طلب من لقاء أو عبر لقاء عبر الفيديو كونفرنس، طلب فيه الرئيس بوتين من نظيره طلب فيه الرئيس الروسي كما ذكرت بوتين من نظيره الأمريكي بهذا الشأن، التي تعتبر بدورها موسكو ردا على هذا الطلب أن الغرب انتهك وعودا إثر انهيار الاتحاد السوفيتي كانت تقضي بعدم توسيع حدود حلف شمال الأطلسي لتشمل دولا من أوروبا الشرقية والجمهوريات السوفيتية السابقة. بين هذا وبين ذاك أبدت الولايات المتحدة في وقت سابق من الجمعة الماضية أبدت عن استعدادها لبحث اقتراحات روسيا الهادفة إلى الحد من نفوذ واشنطن وحلف شمال الأطلسي في المحيط الجغرافي لروسيا، المحيط المجاور بالطبع، لكنها حذرت في الوقت ذاته من تداعيات كبيرة في حال جرى أي تدخل روسي داخل أوكرانيا، خاصة جاء أو خاصة هذا التحذير أو هذا التخوف بعد بيان الكرملين الذي يقضي بأن التدخل الزاحف لحلف شمال الأطلسي في الناتو بدا وأنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام التلويح. الأسئلة التي دارت في إطار هذه الأزمة، هل هذه الأزمة، هذا التصعيد الذي على ما يبدو أنه جرى كمحاكاة لألعاب إلكترونية لم تشهد الأرض أي تطورات سوى تخوفات وتهديدات، كلا الطرفان أخذ الموضوع على محمل الجد وبدل العالم وكأن روسيا على أبواب أوكرانيا في عملية زحف الجميع يخشى أعقابها، وروسيا على وجه التحديد وكأنها اتهمت اتهاما واضحا، فبالتبعية تخرج وتحاول أن تبرئ ساحتها وتقول أنها لن تدخل هذه الحرب للاستيلاء على أوكرانيا. أين الحقيقة في ظل هذه الاتهامات المتبادلة والتلويح بالعنف والعنف المضاد والتلويح بالتدخل إذا تدخلت روسيا في الأصل داخل أوكرانيا؟ أهلا بكم، سنلتقي بعد قليل. ما زال تعنت الدب الروسي سيد الموقف في مواجهة التشدد الأوروبي. موسكو كشفت عن مقترحات قدمتها للولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي للخروج من أتون التوتر المتصاعد إزاء الأزمة الأوكرانية. روسيا أكدت مجددا رفضها التام من انضمام أوكرانيا للحلف الأطلسي الناتو، وجددت رفضها التام لإقامة قواعد عسكرية أمريكية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق. الوثيقة السرية التي قدمتها الخارجية الروسية لواشنطن منتصف ديسمبر الجاري تضمنت اتفاقية ثنائية بين دولتين العظمتين تتضمن أيضا ضرورة إعادة البنى التحتية العسكرية للناتو إلى حدود 97 في مقابل امتناع كل من موسكو وواشنطن على السواء من نشر الأسلحة النووية والصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى خارج أراضيها. يتعين على واشنطن وحلفائها في حلف شمال الأطلسي ناتو أن يوقفوا التصرفات العدائية ضد بلادنا بما في ذلك المناورات الحربية والمواجهات الخطيرة وتدريبات السفن والطائرات الحربية، وأن ينهوا التوسع العسكري على الأراضي الأوكرانية. من جانبها أبدت الولايات المتحدة استعدادها للحوار حول الضمانات الأمنية، وذلك بشرط إشراك حلفائها الأوروبيين في المحادثات. الولايات المتحدة كانت واضحة منذ البداية، بالأمس فقط أصدرت 30 دولة عضوة بحلف الناتو بيانا مفاده أنهم مستعدون لإجراء حوار مع روسيا. أجرينا من قبل حوارا مع روسيا بشأن قضايا تخص الأمن القومي في أوروبا على مدار 20 سنة الماضية. في بعض الأحيان كنا نحرز تقدما في هذا الحوار،
وفي أحيان أخرى أخفقنا في التوصل إلى نقطة لقاء معهم، ولكن يبقى أن أقول أننا على أهبة الاستعداد دوما على إجراء حوار مع روسيا. الاتفاقية المقرر التفاوض بشأنها تمنع الطرفين المشاركة بشكل منفرد أو ضمن تحالفات عسكرية أو منظمات دولية من اتخاذ أي إجراءات أو تقويض المصالح الأمنية الجذرية لبعضهم البعض. نحيي مباشرة الدكتور أكرم حسام الخبير في الأمن الإقليمي معلقا معنا حول هذا العنوان، هذا الصدام ما بين روسيا وبين الولايات المتحدة وما بينهما أوكرانيا. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا حضرتك. دكتور، في هذه التقديمة طرحت مجموعة من التساؤلات، أنه هل بالفعل ما يحدث حرب حقيقية أو بوادر أو مؤشرات لحرب حقيقية، أم أن الطرفان يسعيان إلى هذا الاشتعال وأن العالم يقف على أهبة الاستعداد ظنا بأن روسيا ستهاجم وأن أمريكا سوف تتدخل؟ أين الحقيقة فيما يحدث؟ واضح طبعا أن الملف الأوكراني أو ملف التصعيد الأوكراني الروسي بدأ يأخذ منحى تصعيدي بشكل أكثر مما كان عليه خلال 6 سنوات الماضية، إلى شكل يرقى إلى مستوى العمل العسكري المباشر. لأن طبعا خلينا نقول أن التصعيد ما بين روسيا وأوكرانيا ليس وليد اليوم، لكنه يعني حصيلة مجموعة من السنوات من التوتر والتوتر المتبادل ما بين أو التصعيد المتبادل ما بين الدولتين، ربما منذ مرحلة حتى ما قبل 2014، لكن كانت قمة التوتر كانت في عام 2014 وانتهت بتوقيع الطرفين على اتفاق مينسك، وهو اتفاق خاص بوقف اطلاق النار والتوصل الى شكل ما من اشكال التسوية ما بين البلدين. لكن وبالمناسبة الاتفاق لم ينجح في حلحلة الأزمة، ظلت الأزمة موجودة خلال السنوات الماضية، ووصلت خلال العام الحالي تحديدا منذ يعني بداية العام من يناير، وتصاعدت في ابريل الماضي، ومع نهاية هذا العام وصلت الى اعلى مستوى من مستويات التوتر، خصوصا مع حشد روسيا لقوات مباشرة على الحدود الروسية تراوحت التقديرات فيها ما بين 70,000 عسكري روسي او حسب التقديرات الامريكية، او 120,000 عسكري روسي حسب التقديرات الاستخبارات الأوكرانية نفسها. التصعيد عالي المستوى، كل الاحتمالات الآن مطروحة، المسار الحرب مطروح. طب وما الجديد؟ وارد. وما الجديد الذي لاح أمام روسيا حتى تنطلق من القرمة التي اكتفت بها في مرحلة الاستيلاء الأولى أن تتجه في اتجاه أوكرانيا؟ ماذا حدث؟ الجديد اليوم أننا يعني نشهد مرحلة من مراحل استكمال عودة روسيا مرة أخرى إلى موقع القيادة الجديد في النظام العالمي، وهي سلسلة من سلاسل تحركات قامت بها روسيا بوتين خلينا نقول العقد الماضي. طبعا بدءا من جورجيا في 2008، ثم الاستيلاء على شبه جزيرة القرم وميناء سيفستابول الاستراتيجي طبعا في 2014، ثم الدخول الى سوريا، ثم التوسع في افريقيا. كل هذه التحركات تصب في اتجاه محاولة روسيا بوتين العودة مرة أخرى إلى موقع الصدارة على مستوى النظام الدولي ومزاحمة القوى المهيمنة الكبيرة أو المنافس الأكبر. ولماذا يعود فقط من خلال أوكرانيا؟ لماذا اختار أوكرانيا؟ لأن أوكرانيا، خلينا نوضح أن أوكرانيا هي بوابة مهمة جدا لاستعادة القوة الروسية، باعتبار أهمية أوكرانيا كدولة مهمة في الاتحاد السوفيتي السابق. أوكرانيا ليست دولة صغيرة كجورجيا، أو ليست دولة على الهامش كجورجيا أو بعض حتى الدول التي كانت أعضاء في الاتحاد السوفيتي السابق. تعتبر أوكرانيا من وجهة نظر الاستراتيجية الروسية هي درة التاج، أو يعني خلينا نقول من أهم الدول الأعضاء في الاتحاد السوفيتي السابق، أو الدول الأعضاء في القريبة من المجال الحيوي الروسي. أوكرانيا دولة كبيرة في الحجم، نتكلم على دولة مساحتها 600,000 كيلومتر مربع، دولة غنية جدا بالموارد، كانت تعتبر أو لا زالت طبعا تعتبر يعني
سلة غذاء أوروبا على مستوى الغذاء، القمح والمحاصيل الزراعية والفواكه وغيرها، بالإضافة إلى احتوائها على ثروات تعدينية ضخمة. موقع استراتيجي في منتهى الخطورة بالنسبة لروسيا، والروس يدركون ذلك جيدا. ومن هنا نفهم سر التوجه الروسي والإصرار الروسي العنيف على مقاومة مسألة انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو. من قبل حاول الناتو ضم دول من دول الاتحاد السوفيتي السابق، أو الدول التي كانت تعتبرها روسيا ولا تزال تعتبرها من الدول الواقعة ضمن مجالها الحيوي، ولم يكن الاعتراض الروسي على الانضمام بنفس التصعيد الحالي الذي نشاهده مع أوكرانيا. لماذا؟ لأهمية أوكرانيا الاستراتيجية، لأهمية موقعها، لأن خلينا نقول أن أوكرانيا على المستوى الاقتصادي مهمة، وده طبعا شيء معروف، لكن على المستوى الاستراتيجي والعسكري بالنسبة لروسيا يكفي أن نذكر فقط أن أوكرانيا هي بوابة الوصول الروسية إلى البحر الأسود وإلى المياه الدافئة، يعني فيما يتعلق بالبحر المتوسط وما إلى غير ذلك. وبالتالي أهمية السيطرة الروسية على أوكرانيا، ولا أقصد بالسيطرة على الاحتلال أو الاستحواذ، لكن على الأقل أن تظل أوكرانيا في دائرة النفوذ الاستراتيجي وفي دائرة علاقات إيجابية على الأقل، أو على أقل تقدير، مع الدب الروسي، لأن هذا الإطار من العلاقات ما بين روسيا وأوكرانيا يسمح لها بالتواجد على البحر الأسود، يسمح لها بمد أنابيب الطاقة من خلال يعني أو من خلال أوكرانيا إلى أوروبا. حركة الأسطول البحري الروسي، خلينا نتكلم على أن أهم القوة الضربة للأسطول البحري الروسي متركزة بالأساس في بحر أزوف وفي البحر الأسود، وهي أماكن تقع أو تطل عليها السواحل الأوكرانية بشكل أساسي. طيب هنا أهمية أوكرانيا. نعم، وهل الولايات المتحدة كانت تحسب لهذا الرد الفعل الروسي هذا الحساب؟ يعني هل كانت جادة في أن تضم أوكرانيا، أم أنها كانت تريد أن تعقد الأمر إلى هذا الأمر إلى هذا المستوى حتى تقترب الصفوف العسكرية إلى أقصى مدى؟ طبعا في جدية، لأن ويبدو أن كانت الحسابات الأمريكية في الفترات الأولى التي شهدت مرحلة من مراحل توسع حلف الناتو على حساب دول الاتحاد السوفيتي السابق، شهدت زخم كبير جدا، وكانت التوقعات بأن الرد الفعل الروسي لن يرقى إلى مستوى إلى هذا المستوى من التحدي. لأول مرة تظهر روسيا الحقيقة فيما يتعلق بملف أوكرانيا تحديدا استعدادها للمضي إلى أقصى سيناريو ممكن، وطرح يعني حتى في بعض وسائل الإعلام الروسية، وكتب على لسان بعض الكتاب المعروفين بقربهم من دائرة الرئاسة الروسية، لاستعداد روسيا للدخول حتى في مواجهة مباشرة مع أمريكا ومع حلفائها، واستعدادها حتى إلى احتمال تطور هذه الحرب إلى مستويات ربما تصل إلى مستوى حرب عالمية ثالثة. طب هذا يدفع إلى سؤال، هل نعم. كانت القرم هي كل مبتغى روسيا، ولا كانت هي البداية التي تؤشر أنها قادرة على أن تستكمل هذا المسير؟ يعني كانت القرم البعض حللها بأنها ذات أهمية استراتيجية لروسيا، ولكن البعض الآخر حلل بأن هذه البداية هي مؤشر حتى لا تقترب الولايات المتحدة وحلف الشمال الأطلسي أكثر من أوكرانيا. تؤيد أي من الطرحين؟ موضوع ضم طبعا، أولا خلينا البداية كانت مع جورجيا في 2008، ونلاحظ أن موضوع جورجيا وموضوع القرم لم يستغرقوا جهد عسكري كبير من جانب القوات الروسية في موضوع الضم. جورجيا على سبيل المثال في 2008 تقريبا العملية العسكرية استغرقت 5 أيام، لأن طبعا في فارق رهيب طبعا في القوة العسكرية وفي الإمكانيات. موضوع شبه جزيرة القرم استخدم فيه الرئيس الروسي لعبة ذكية، يعني تم الضغط بشكل كبير على أوكرانيا من الجبهة الجنوبية، وأوحى للغرب ولواشنطن بأنه على استعداد لغزو أوكرانيا بالكامل في 2014، إلى أن استطاع أن يحصل على ما كان محددا منذ البداية، وهو السيطرة على شبه جزيرة القرم. وبالتالي يعني في المشهد الراهن أيضا
هناك بعض السيناريوهات أو بعض من يتحدث عن أن الهدف الروسي ليس هو الاستيلاء على أوكرانيا بالكامل أو اجتياح أوكرانيا، ربما الهدف هو اقتطاع جزء آخر من أوكرانيا، طبعا هو الجزء الشرقي، في تكرار لسيناريو 2014. وأعتقد ده سيناريو قد يكون مرجح إذ في حال تطور الأمر إلى مستوى فعلا عمل عسكري، وفي حال لم تنجح الجهود الدبلوماسية في حالة هذه الأزمة. وما هي الشروط التي ممكن أن ترضى بها روسيا في هذه الضمانات أو هذه المفاوضات؟ أعتقد من يومين يعني تم طرح قائمة مطالب روسية في شكل اتفاقية، وتعمدت الخارجية الروسية كشف بنود هذه الاتفاقية أو ما يمكن أن نسميه بالشروط الروسية المطلوبة لحل هذه. لو سألت لماذا كشفت يكون سؤال مبكر لو حضرتك هتسترسل فيه. لا في بالعكس بالعكس، أعتقد أن جزء من الكشف عن بنود هذه الاتفاقية كان أول شيء هدفه مخبط الداخل الروسي بالأساس، لأنه جزء من الأزمة، لأنهم يعني في رغبة في إيضاح الصورة للداخل الروسي بأن ما تفعله روسيا حاليا تجاه أوكرانيا ليس عمل عدائي، لكنه ردا على استفزازات ومحاولات غربية مستمرة من الناتو للاقتراب من المجال الحيوي الروسي والاعتداء على روسيا بشكل متكرر. هل الداخل الروسي بيرى غضاضة في أن تكتاح روسيا؟ لأن خلينا أقول لحضرتك، هناك الآن من يحذر من بعض الطيارات المعارضة، من يحذر من سيناريو اقتحام أوكرانيا أو الإقبال على عمل عسكري ضد أوكرانيا، خصوصا مع التلويح الغربي والأمريكي بعقوبات قاسية. وبالتالي العقوبات القاسية المتوقعة على روسيا من المفترض أنها سيكون لها تأثير مباشر على المواطن الروسي، مع الوضع في الاعتبار أن روسيا تعرضت لعقوبات منذ 2015 وتأثيرها على المواطن الروسي بالفعل كان يعني كان عنيف على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى المعيشي. إذا ما صارت الأمور في اتجاه التصعيد وفرضت عقوبات إضافية مؤلمة كما قال يعني أو مكلفة كما قال بايدن وكما قالت بعض المصادر الأوروبية، معناها أن المواطن الروسي عليه، وهذه الرسالة، عليه أن يتحمل هذه التكلفة، لأن الهدف الأكبر من هذه العملية هو حماية الأمن القومي الروسي. وهذا هو يعني منطق الرسالة من كشف الشروط الروسية على المستوى الإعلامي، يعني ربما يكون في تقليد غير متبع في إدارة عملية التفاوض. النقطة الثانية بخلاف الوضع الداخلي هي جزء منها ضغط على الطرف الآخر أو على الأطراف الأخرى، خصوصا حلف الناتو والجانب الأمريكي، بإظهار مدى الثقة الروسية وإظهار المطالب الروسية بشكل واضح. يعني ليس هناك شيء روسيا تخفيه، خصوصا أن جملة المطالب التي ذكرت في هذه الاتفاقية والتي طرحتها موسكو للتفاوض هي بالأساس ليست جديدة. يعني إذا استعرضنا أهم ثلاث عناصر أو أهم ثلاث مطالب فيهم، ما فيش، لا نجد فيها طرح جديد أو مقاربة جديدة، كلها نفس الشروط التي تتحدث موسكو عن أن الناتو وواشنطن تجاوزوها أو خالفوها على خلاف ما تم الاتفاق عليه بعد مرحلة انهيار الاتحاد السوفيتي. طيب، وهل الولايات المتحدة، لأنه الصورة التي وصلت إلى المتابع العادي وكأن حربا ستنشب بين الولايات المتحدة وروسيا على أراضي أوكرانيا، هل هذا التصور صحيح؟ ولماذا غذي، وهل غذي عن قصد ولا تصاعد الأحداث والتوتر والخيال المصاحب لمثل هذه الصراعات اللي كانت بتصاحب الحرب الباردة ممكن هو اللي رسم هذه الصورة؟ يعني هل هناك من هو معني بأن يتصور العالم غير المعني بالقضية أن هناك حرب قاربة؟ تقصد حضرتك أن في محاولة لتضخيم التحرك الروسي، تضخيم مستويات التحرك الروسي على الحدود فيما يتعلق بموضوع الحشد؟ أنا لم أقصد ذلك، ولكن فلنفترض. يعني مقصود طبعا، لأنه جزء منه محاولة إظهار روسيا بأنها دولة معتدية، محاولة إظهار أن السلوك الروسي على مستوى العلاقات الدولية تجاوز القانون الدولي فيما يتعلق بالتهديد والحشد العسكري،
بينما روسيا تحاول من الجانب الآخر التأكيد على أن أي تحركات عسكرية على أراضيها هو إجراء سيادي من حق أي دولة نقل قوتها إلى أي مكان، لكن طبعا هذا مخالف لل يعني لما هو معروف طبعا في أو هو متبع في الإجراءات العسكرية. هذا حشد عسكري مباشر، نتكلم على نقل قوات بحجم غير طبيعي، نقل أسلحة للحدود للمناطق الحدود الأوكرانية، وبالتالي تصدير المشهد على أن بالفعل هناك حرب بالفعل، يعني الغرب والأمريكان يدفعون بهذا الاتجاه ربما لمحاولة يعني الضغط على روسيا على الأقل على المستوى الإعلامي، لأن الرسائل أيضا تصل إلى الداخل الروسي كما سبق أن ذكرت. طيب اسمح لي أن أستقبل هذا الاتصال الهاتفي من الدكتور إسماعيل تركي الباحث في العلاقات الدولية. دكتور إسماعيل تقبل تحياتي. كل الأحاديث التي ترتبط بأن طبول الحرب تدق من جديد، إلى أي مدى هذه الحرب قاربت على أن تقع ما بين روسيا والغرب؟ وهل هي في حال أن وقعت هل هي نفس الحرب التقليدية ولأنها تعود لنا إلى الصورة الذهنية السابقة بالصراع بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق؟ كيف رأيتها بالدلائل؟ يعني تحياتي لحضرتك أستاذ تامر ولضيفك العزيز الزميل القدير الدكتور أكرم. يعني خلينا نقول أنه مع تزايد التصاعد على الجبهة ما بين أوكرانيا وروسيا والتصاعد الإعلامي والتناول والتضخيم من جانب يعني من كلا الجانبين، إنما زي ما حضرتك ذكرت في المقدمة في التقرير وضيفك الكريم أنه المسألة لها علاقة بالتحركات من الجانبين. يعني الأزمة بدأت منذ يعني نوفمبر 2013 ومع مشاكل أوكرانيا الداخلية وضم شبه جزيرة القرم لروسيا في يعني مارس 2014، ويعني اشتعال منطقة الدونباس في شرق أوكرانيا، منطقتي لوهانسك ودونيستك والتي حاولت يعني السير على مسيرة القرم، وجاءت اتفاقات منسك واحد ومنسك اثنين اللي تمت في فبراير 2015، ويعني لوقف إطلاق النار. والمسألة كانت يعني في سبيل الهدوء على كلا الجبهتين في خلال فترة الماضية، وإنما ما حدث وما يعني استجد في الموضوع زي ما حضرتك بتحاول تستفسر طول الحلقة، هو أن مع مجيء الإدارة الديمقراطية الأمريكية رئاسة جو بايدن والذي يكن مشاعر عداء حقيقية للرئيس بوتين وللدولة الروسية، كان هناك العديد من يعني المحطات التي ساءت فيها العلاقات الأمريكية الروسية على فترات، يعني منذ أن وصفه بأنه قاتل وطرد السفراء والتلويح بعقوبات وما إلى ذلك. وكان التحرك الرئيسي لحلف الناتو بعمل مناورات ضخمة في البحر الأسود بالمشاركة بأزيد من 32 دولة ومشاركة الولايات المتحدة في عدد كبير من المناورات في هذه المنطقة، كمان كان محاولة كبيرة من الولايات المتحدة لمساعدة أوكرانيا ورغبة الرئيس فلاديمير زيلينسكي بمحاولة تحرير الأرض وإعادة السيطرة على منطقة الدونباس في شرق أوكرانيا، وده كان رغبته طول الوقت منذ أن جاء بالانتخابات. وكان في رغبة حقيقية من الإدارة الديمقراطية الأمريكية لمساعدة أوكرانيا على مثل هذه المسائل، حتى أنه بعد أن قال يعني الرئيس بوتين في عدد كبير من اللقاءات أن مسألة القرم قد انتهت وأن ضمها جاء اعتبارا ل يعني قواعد القانون الدولي وأن مش مطروحة على جدول أو أجندة الكلام في أي وقت، إنما كانت الولايات المتحدة التصرفات بدأت تمد أوكرانيا بذخائر وأسلحة حديثة، بدأ مستشارين أمريكان يتواصلوا مع الأوكرانيين ويحضروا إلى الأراضي الأوكرانية. في بعض المناورات تم تسليم زوارق ولانشات صواريخ إلى البحرية الأوكرانية. وجود حلف الناتو بقواعد على الحدود الروسية يعني بأكثر مما تسمح به روسيا كانت المسألة الأخيرة والخطيرة واللي أججت الأزمة، وهي ترتيب الأوراق لكل من جورجيا وأوكرانيا لمحاولة انضمامهم لحلف الناتو واللي بتعتبرها روسيا خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وستدافع روسيا عن هذا التصرف بكل ما يمكن حتى لو اضطرت للاستخدام رد عسكري مباشر يمكن أن تجتاح أوكرانيا بالكامل. وده اللي سبب الأزمة واللي تخوفت منها أوروبا بالكامل. يمكن شفنا في آخر يومين قمة بين أوكرانيا وبولندا وليتوانيا لبعث التطورات دي،
يعني كان هناك رغبة حقيقية من الإدارة الأمريكية للضغط على روسيا، وكان هناك صمود حقيقي برد قاسي وسريع من الجانب الروسي حتى لو كان بعمل عسكري لحماية الحدود الخطوط الحمراء التي وضعتها، وهي ضم أوكرانيا لحلف النيتو. نعم. طب دكتور إسماعيل، ويمكن السؤال ده كمان أوجهه للدكتور أكرم، بس هبدأ بحضرتك. يعني اعتدنا من القراءة في الأدبيات السياسية اللي كانت بتحكي عن فترات سياسية كان بيحتدم فيها الصراع بشكل كبير، كان دائما ما يعلن لجلب مصالح أحيانا كان هو مؤشر لتوجيه الرأي العام إلى اتجاه، وأن الرغبة في ما يحدث بتكون دائما أو عادة عكس هذا التصريح. هل في لب عقل الولايات المتحدة الأمريكية، أو تتمنى الولايات المتحدة الأمريكية أن تجتاح روسيا أوكرانيا؟ خليني أقول لحضرتك أنه هل ترغب الولايات المتحدة في إشعال الحرب في هذه المنطقة؟ أنا باعتقادي أن الولايات المتحدة، بس أنا دكتور إسماعيل ما سألتش على إشعال الحرب، أنا سألت تحديدا، وأنا بعتذر للمقاطعة، بس أنا كنت أبغي من هذا السؤال هو ما هي الفوائد للغرب إذا اجتاحت روسيا أوكرانيا، وما هي الأضرار على روسيا إذا لم تجتاح أوكرانيا، وبالتبعية استطاع حلف الشمال الأطلسي أن يتمدد إلى هذه المنطقة؟ هل الولايات المتحدة بحسابات الورقة والقلم تتمنى أن تستفز روسيا وتجتاح أوكرانيا، خاصة أنه كان هناك تصريح للرئيس بوتين في اللقاء الافتراضي مع جو بايدن، قال أنه يتمنى لقاء وجها لوجه على الحقيقة بعيدا عن الواقع الافتراضي؟ في كل هذا الإطار كيف ترد على سؤالك؟ يعني إذا اعتبرنا أن روسيا بتصعد بقوة على الساحة الدولية في الفترة الأخيرة، وبدأت تتحرك في عدد كبير من الأزمات، وممكن يعني بالتحالف مع دولة زي الصين لتشكيل جبهة لإعادة يعني تشكيل وطبيعة النظام الدولي، يعني في الداخل وفي العقل الأمريكي وفي حسابات الإدارة الأمريكية أن تورط روسيا في مثل هذا الصراع سيكون مفيد. يعني خلينا نتكلم بقى فيما وراء، يعني سيكون مفيد لها على اعتبار انه ده هيوحد الغرب بشكل كبير للتحالف ضد روسيا، هيكون عقوبات اقتصادية ضخمة حتى لو ضاعت اوكرانيا في عمل عسكري بشكل ما. يعني المسائل اللي لحد الوقت، خلينا اقول لحضرتك ان روسيا لها تعاملات اقتصادية قوية وعلاقات تجارية مع الغرب، مع الدول الأوروبية على حدة، في عدد من الدول غير مرحبة بعملية التصعيد. شفنا نورد ستريم 2 الألماني، خط الغاز ستريم 2 مع ألمانيا، واللي اعترضت عليه الولايات المتحدة. فمثل هذا التصرف، ويعني خلينا نقول إذا دخلت روسيا عسكريا إلى أوكرانيا وهي تستطيع أن تحسم هذه المعركة حتى في المناطق الشرقية، وليس أوكرانيا بالكامل، إنما هتصور روسيا أمام العالم بالكامل أنها دولة معتدية ولا يمكن الوثوق بها، وأنها دائما تعتدي على الجيران وده هيكون أحد أهم الأسباب لتصدي حلف الناتو، ويعني استعمال كل ما يمكن استعماله ضدها، وهو استنزاف في المدى القريب والبعيد، وما يمكن أن يستدبعه من عقوبات على الدولة الروسية. يعني قد يكون هو الفخ التي تريد الولايات المتحدة استنزاف روسيا من خلاله، لكن في النهاية هناك خطوط حمراء وضعتها السياسة الروسية والرئيس الروسي بوتين، وقال أنه سيكون هناك رد حازم وقاطع وسريع وقاسي ومؤلم لأي تحركات لم ترضى عنها روسيا على حدودها، أو مسألة ضم أوكرانيا لحلف الناتو. أنا شاكر هذه المشاركة لحضرتك دكتور إسماعيل تركي، الباحث في العلاقات الدولية، شكرا لك إذ كنت معنا عبر الهاتف. أكرر ذات السؤال اللي وجهته للدكتور إسماعيل، أنه أنا هسهل لحضرتك الإجابة، يمكن أنا ما سهلتش الإجابة، أو على الأقل أسهل ما أفكر فيه. أنا ما عملتش كده مع دكتور إسماعيل. هل الولايات المتحدة ترغب في إعادة إحداث حالة الاستقطاب القديمة ولكن بقسوة الحاضر؟ يعني ترغب في رسم ملامح جديدة للحرب الباردة بأيدي روسيا وليس أو على الأقل المسببات القديمة، وبالتبعية تقحم فيها من لف روسيا؟
هو اوريدي الحرب البارده خلينا نقول انها لم تنتهي، يعني على خلاف ما يذكر، يعني الحرب البارده ما بين روسيا وما بين الامريكان لم تنتهي، وان كانت يعني خفتت وتيرتها الى حد ما في التسعينات وعادت مره اخرى الى ما كانت عليه تقريبا، يعني بادوات ربما تكون مختلفه دخل فيها الامن السيبراني. عارف دكتور انا بسال ليه؟ لان احنا بنحاول نقيس على اقرب مفهوم سياسي احنا اعتدنا عليه، يعني اكيد القادم سيكون مختلف، ولكن هي على الاقل نقطه ارتكاز حتى نستطيع ان نقيس ذهنيا ماذا سيحدث. تمام. انا اسمح لي لو يعني اختلف مع زميلي واخي العزيز دكتور اسماعيل في ان الامريكان ربما يعني سيناريو توريط روسيا في مساله اوكرانيا ربما يكون يعني هذا السيناريو طرح باعتباره احد كوابح الحرب، لكن الامريكان ليس لهم مصلحه في تشجيع، يعني واخشى ان اكون فهمت غلط من الاجابه السابقه، ان هناك ربما محاوله لتشجيع الطرف الروسي على هذه المغامرة. ربما يحدث هذا في منطقة أخرى خلاف أوكرانيا، يعني يمكن أن نصدق ذلك في أفغانستان، يمكن أن نصدق ذلك في دولة من دول الشرق الأوسط، أوكي. لكن بالنسبة لأوكرانيا، أوكرانيا للأسف الشديد هي قضية في منتهى الحساسية. نتحدث عن لعنة الجغرافيا، يعني حقيقة وضع أوكرانيا الاستراتيجي باعتبارها بفر زون، منطقة عزلة ما بين الناتو وما بين الروس، اجتياح او السماح باجتياح روسيا لاوكرانيا معناها وضع روسيا على الحدود المباشره للناتو بشكل مباشر. وهي ومنذ متى لم تكن روسيا على الحدود المباشره للناتو قديما؟ هي خرجت بره الحدود. الان حضرتك برضو خلينا نتكلم ان المنطقه الجغرافيه الخاصه باوكرانيا، هذه المساحه الواسعه تمثل حقيقة في الوقت الحالي هي مساحة، خلينا نقول مساحة فاصلة. طب دكتور مساحة فاصلة ما بين مش ملاحظ في الحديث بتاع حضرتك انه حضرتك بتقول انه لو روسيا نجحت في الاجتياح ستقترب من حدود حلف شمال الاطلسي. طب ليه حضرتك ما بتقولش انه لو الغرب والعكس طبعا الغرب نجح في انه يضم في البداية. ما انا بعيد تاني اهو. لو الغرب في البداية. لو الغرب نجح هو هو اللي سيقترب والضرر سيكون اكبر على روسيا طبعا. اكتر منه على حلف طبعا الشرق. وده انا قلت في البدايه ان ده بيفسر ليه رد الفعل الروسي عنيف جدا. خليني اقول لحضرتك ان اقرب مسافه ما بين موسكو وما بين الحدود الروسيه تقريبا في حدود 480 كيلو، وبالتالي في حال نجح الناتو في ضم اوكرانيا معناها إمكانية نصب بطاريات صواريخ وإمكانية زي دمشق والجولان كده. نعم، يعني معناها أن العاصمة الروسية يعني درة التاج الروسي على مقربة من 480 كيلومتر مربع، وهذه يعني مسافة يعني في منتهى الخطورة طبعا على المستوى العسكري. وبالتالي اوكرانيا بالنسبه لروسيا خط احمر فعلا، وانا قلت في البدايه انها مستعده توصل الى اعلى مستوى من المواجهه مع الغرب بخصوص اوكرانيا. موضوع السماح باجتياح اوكرانيا او تشجيع روسيا على اجتياح اوكرانيا بالتاكيد لا. الامريكان حاليا يعني يحاولون الوصول الى معادله وسط يمكن من خلالها منع الروس من اجتياح اوكرانيا، منع الروس من تغيير الوضع الاستراتيجي حتى في منطقة شرق أوكرانيا على أقل تقدير، محاولة إيجاد صيغة لحل سياسي ما من خلال اتفاقية مينسك، منع الروس من العودة مرة أخرى، لأن السيطرة على أوكرانيا في تقدير الشخصي ستكون نقطة الانطلاق القوية لروسيا نحو استعادة وضعها الحقيقي والهادف إلى يعني زعزعة الهيمنة الأمريكية بالفعل على النظام الدولي ووضع أوروبا تحت ضغط عسكري مباشر، وإن كان هذا يعني إلى حد ما حاليا موجود بصورة أو بأخرى، لكن سيطرة فعلا روسيا على أوكرانيا، وبالمناسبة الروس ما بيفكروش حاليا في اجتياح أوكرانيا بشكل كامل، يعني المطروح حاليا هو ضغط عسكري، وربما يكون سيناريو القرم هو أحد السيناريوهات المطروحة في حال تطور الأمر إلى عمل عسكري. ما طرح خلال قمة بوتين، وأرجع لسؤال حضرتك، ما طرح في القمة يوم 7 ديسمبر الجاري، خلينا نتكلم على مفهوم مهم جدا لم يلتفت إليه بعض الناس، وهو الحديث عن مفهوم الاستقرار الاستراتيجي. لا يمكن أن تطرح قمة روسية
أمريكية هذا المفهوم، ويكون هناك حديث عن مواجهة، الحديث عن استقرار استراتيجي ليس فقط فيما يتعلق بالأمن الأوروبي لكن فيما يتعلق أيضا بالأمن العالمي. ممكن توضح لي دكتور لطفي؟ خلينا يعني نرجع شوية ورا، كان في طبعا خلينا نقول أن دي القمة الخامسة اللي هي القمة اللي هي كانت يوم 7 ديسمبر، هي القمة أو اللقاء الخامس ما بين الزعيمين الروسي والأمريكي. كان أهم لقاء ما بينهم في يونيو شهر 6 الماضي، واللي تم خلاله وضع أسس لتفاهمات يعني روسية أمريكية حول العديد من القضايا في العالم، ومنها بعض القضايا في الشرق الأوسط. القمة الأخيرة في ديسمبر في الأسبوع الأول من ديسمبر تم تكريس مفهوم الاستقرار الاستراتيجي، وملاحظ أن بالفعل الأمريكان بدأوا يغيروا في لغة التعامل مع الروس. هل هذا له علاقة بشكل مباشر بأوكرانيا؟ نعم، لكن له علاقة ببعض آخر ربما يعني سنشهد ملامحه خلال الفترة القادمة، وهو محاولة سحب الروس بعيدا عن المعسكر الصيني. ما تخشاه حاليا ما يخشاه الناتو وما تخشاه واشنطن أن يتشكل حلف ثنائي ما بين الروس والصينيين، وده يعني ظهر في يعني مؤشرات على اقتراب أكثر مما كان معتادا في السابق ما بين الصين وروسيا. ويمكن كنا في حلقة سابقة مع حضرتك وتكلمنا فعلا عن أن بالفعل هناك تعاون عسكري لافت على غير العادة، واستخدام لأسلحة جديدة، وأول تواجد لقوات روسية، وأول استخدام لأسلحة صينية من جانب الجيش الروسي، وبالتالي الأمريكان قلقين جدا. أيضا الأوروبيين خصوصا ألمانيا وفرنسا بيدفعوا بقوة باتجاه سحب الروس بعيدا عن المعسكر الصيني. وهنلاحظ أيضا أن دولة زي ألمانيا عندها موقف قوي جدا من مسألة أوكرانيا، وحتى موضوع تدعيم قدرات أوكرانيا العسكرية، ألمانيا كدولة بتقف خلينا نقول كعائق أمام موضوع تشجيع أوكرانيا على مزيد من التحدي. إذن كل الأطراف تدفع باتجاه التوافق، باتجاه إيجاد صيغة ما للحل، سواء عبر المسار الدبلوماسي أو عبر المسار التفاوضي. بس هنا حضرتك بتتكلم، نعم، على أنه الجميع، هل الجميع بتقصد بيه أوروبا؟ أوروبا نعم، حلف الناتو نعم. وبالتبعية الولايات المتحدة هي التي تفكر بشكل منفرد وتستخدم حلف شمال الأطلسي لتحقيق الاستراتيجية العظمى للولايات المتحدة، نعم. هل هذا صحيح؟ لأن حضرتك ذكرك لفرنسا، نعم، وذكرك لألمانيا، نعم، هو بيعني لمن يتابع التفاصيل والأحداث السياسية أن هناك خلاف ما حتى وإن لم يبدو على السطح، نعم، عنيفا، ولكن هناك خلاف ما بين الدولتين، ما بين، صحيح، فرنسا من جهة وألمانيا من جهة، كل له حاجته، أكيد، وبين الولايات المتحدة. هل، صحيح، تعتبر أن الولايات المتحدة هي من دفعت هذه الأزمة إلى هذه الحافة؟ هو خلينا نتكلم على أن هناك خطوط عامة للأزمة وللقضية بشكل عام، محط توافق ما بين القوى المختلفة في الناتو. كل دولة لها رؤية معينة للأزمة. الدول القريبة من الأزمة أهمها طبعا ألمانيا، وهي بتلعب دور مهم جدا في هذا الأزمة بشكل خاص. لديها قضايا تتعلق برؤيتها لأوكرانيا كدولة، يعني تشجيع تقوية القدرات العسكرية لأوكرانيا تعتبر محل اعتراض من جانب القيادة الألمانية لأسباب طبعا تاريخية وأسباب يعني قد يطول شرحها. في اختلاف في وجهات النظر، لكن هناك اتفاق على مسألة إبقاء أوكرانيا كدولة محايدة في هذه المنطقة. في البداية كان هناك تشجيع على محاولة ضم أوكرانيا إلى حلف الناتو بالفعل، لكن عندما ظهر التحدي الروسي بهذه الصرامة وبهذه القوة، يعني ظهرت مواقف متباينة دفعت بالأساس في اتجاه التوافق ومحاولة إيجاد حل لهذه الأزمة عبر مسار الحوار. وأعتقد أن الفترة القادمة ستشهد انطلاق مفاوضات أمريكية روسية طبعا باشتراك الشركاء الأوروبيين، ستطرح فيها كل الخطوط الحمراء خلال هذه الأزمة. شكرا لك، شكرا جزيلا الدكتور أكرم حسام الخبير في الأمن الإقليمي، شكرا لك على هذه المشاركة، وشكرا موصول لكم مشاهدي الكرام. هذه نقطة تقيت بنا في هذا العنوان، ماذا سيحدث في أوكرانيا؟ هل بالفعل من وصف بأن ما يحدث هو طبول الخرب التي جاءت لتدق مرة أخرى في هذه المنطقة الموبوءة سياسيا وعسكريا منذ التاريخ،
قد يكون هذا التوصيف غير جامع، ولكن هذا هو الحال. ماذا سيحدث؟ توقفنا أمام رأيين، أن الحرب ستقع أو أن هناك هدوء استراتيجي وتوافق، وأن ما يحدث هو ما سيتم الاتفاق عليه بعد هذا التصعيد وهذه الخشونة التي على ما يبدو أنها ممهدة للشروط التي قد تأتي في هذه الاتفاقات بين الولايات المتحدة من ناحية وأوروبا من ناحية أخرى، وبين أوكرانيا وروسيا من ناحية ثالثة ورابعة، إلى ما سينتهي به المطاف. أنا تامر حنفي، أحييكم، إلى اللقاء.